الشخص اللي كان عم يدفع المصاري اليوم في شيء. اليوم وصلت لعنده تقارير طبية وطلع بهذا التقرير إنه ما بيجيب أولاد. ما بعرف شو بدي أعمل. هلأ بيقدروا يقلعوني لبرات البيت بأي لحظة بدهم إياها. لك كيف صار هالشي؟ الخطة كلها انتزعت والمصاري راح يروحوا من بين إيدينا. ليكي شو؟ اسمعيني منيح، اسرقي أكبر كمية بتقدري تاخديها من البيت واطلعي منه بسرعة، وما تنطري أبداً. أنت لازم تطلعي من هنيك بسرعة قبل ما حدا يكتشف كذبتك. هيك رح يصير لك هن. رح أطلع فوراً. ماشي رح أعمل هيك. عن جد يا جماعة اليوم هذا كان أحلى يوم بحياتي، لأنه رجع لي ابني وعرفت أنه في حفيد. على فكرة يا كافيري، بدي خبرك أنه حماتك كان عندها 3 أولاد، بس خلي بعلمك أنه ما حدا فيه يهتم فيكي مثلي، لا حماتك أم الأولاد ولا حتى الدكتور. أنا رح خليكي تاكلي حلويات بالأعشاب مشان يكون ابنك بصحة منيحة ويطلع حلو كتير مثل أمه وأبوه الحلوين. سامر ابني يلا فيك تروح على غرفة أبوك، روح وكول بوزة معه. شو؟ أنت روح يلا بدنا نحكي حكي نسوان. أوهو يعني سري. آها يلا ماشي. روح بقى. كافيري بنتي تسطحي. ليش؟ أنا هلأ رح حط إيدي على بطنك ورح حاول أعرف إذا كان الولد الصغير عم يكبر منيح وبصحة منيحة ولا لا. تسطحي. حتى ما أنه بتقدر تعرف إذا كان الولد صبي ولا بنت، وكمان إذا كان الولد بصحة منيحة ولا لا. يلا تسطحي يلا بنتي. لا ما بدي. لا تدللي يلا تسطحي بقى بنتي عليها. يلا ارفعي رجليكي يلا يلا بدي. على مهلك ما رح أعمل لك شي بنتي. أنا رح ألمس بطنك شوي شوي وأعرف إذا كان ابنك هلأ عم يكبر بشكل منيح ولا بده شوية غذاء. شو بكي يا بنتي؟ شوفي أنا حاسة بلعية نفس. طيب يا بنتي روحي هلأ ارتاحي بغرفتك يلا قومي. ايه يلا. يا ترى شو صار له؟ يا ربي على هذا الجيل، هذا الجيل مو شاطر أبداً غير بالموضة والوجبات السريعة وبالحكي وبس، وما بيعرفوا شو الأكل المفيد. مثلاً ما في غير بيأكلوا بيتزا دائماً وبعدين بيمرضوا. ما بعرف. انتي لا تقلقي يا أختي أبداً، أنا رجعت هلأ وهلأ رح أهتم بكل شي بهذا البيت. كافيري هذا الشاب أبي كتير مثير للاهتمام، هو عنيد وبريء مثل الأولاد وذكي كتير. ها شوفي كافيري. ما بعرف مين لازم تكون الست بهذا البيت. شو قصدك؟ أنا قصدي إنه العمة مانو تصرفة غريب من وقت ما إجت وهي عم تأمر علينا، وكأنه هي الست فكرتها راحت على دار الصلاة لتحسن طبعها شوي، بس لا هي نفسها ويمكن أبشع، ما فيها تحس بالراحة أبداً بحياتها.